المرأة الأمازيغية في الثقافة الأمازيغية مساوية للرجل وعندها الندية. فالشاعرات يحاورن الشعراء الرجال بقوة، وغالبا ما كانت كلمة شعرية للمرأة ترجح على الكلمة الشعرية للرجل. في الأحيدوس كتلقاو لا ميكسيتي، اختلاط رجل امرأة، وهو يرمز إلى تراس البنيان الاجتماعي والتعاون في إطار المساواة بين واقتسام الأدوار والعمل بين الرجل والمرأة. رمزية أحيدوس رمزية قوية جدا من حيث مشهدها البصري، ولهذا هناك جمعيات الآن تعطي الكثير من المال في المغرب الأوسط من أجل عدم القيام برقصة أحيدوس وتعويضها بقراءة القرآن في الأعراس. هناك مال كثير ينفق الآن والمغاربة لا يشعرون بذلك ضد هذه الثقافة الموروثة والتي تحمل هذه القيم الجميلة، لأن الهدف هو تنميط المجتمع في إطار أيديولوجيا دينية أجنبية عن المغرب. أقول أجنبية عن المغرب لأن هؤلاء المغاربة اللي داروا هذه الأعراف كانوا مسلمين، وكان لهم أئمة في المساجد، وكانوا يصلون، وكانوا يحجون ويصومون إلى غير ذلك، لكنهم في تدبير شؤونهم الأرضية كانوا يحتكمون إلى العقل، لأنه كما قال ابن رشد لا يمكن يعني لله أن يشرع أشياء مضادة للعقل مع أنه أعطى الإنسان العقل. إذا كان الله قد أعطى الإنسان العقل فلا يمكن أن يشرع له ما يضاد هذا العقل، وهذه قولة ثمينة تأتينا من 800 سنة ماضية.